حملة للتبرع بالدم للجيش الوطني انتظمت اليوم بسيدي بوزيد، فتوافد متساكنو الجهة على اختلاف أعمارهم ليقدموا دماءهم لفائدة جيش قدم الكثير للوطن. المتبرعون اعتبروا أن التبرع بالدم لفائدة الجيش الوطني واجب. تبرعنا بالدم، دمنا ما هو شغلة من دم جنودنا في القصرين في الشعامبي، وإذا ثم نعطوهم أكثر إحنا مستعدين. أول مرة نتبرع بالدم، تبرعت بالدم على خاطر الجيش التونسي اللي أعطانا من دمه برشا. هذا أبسط حاجة وأبسط واجب يمكن الواحد يقدمه لتونس والبلاد وللجيش نتاعنا اللي قاعد يحمي فينا من الإرهاب. جمعية متطوعي الحماية المدنية بسيدي بوزيد اختارت تنظيم هذه الحملة لمساندة الجيش الوطني. قمنا بحملة تبرع بالدم هذه لفائدة جيشنا الوطني مساهمة من القائمين على الجمعية ومتطوعيها ومساهمة من أهالي سيدي بوزيد الذين اليوم اللي شفناها اليوم منهم هو حسهم الوطني بإقبالهم حاسين الإقبال به مش خايب الإقبال اللي وصل اليوم. حبينا نحن مساهمة بسيطة، ولو أنها معناها حركة بسيطة من المجتمع المدني باش نساندوا به الجيش الوطني في الأحداث اللي صارت له كل المرة اللي فاتت. من ناحيته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية على ضرورة معاضدة مجهودات الجيش الوطني لما يقدمه من تضحيات. إنه العمل هذا هو عمل إنساني وخيري لفائدة جنودنا البواسل على حدود الوطن ومعاضدة المجهود اللي يقوموا به في مقاومة الإرهاب. تبرع بالدم هو أقل ما يقدم للجيش الوطني الذي قدم الكثير لتونس.